Hallo, wie geht's euch, meine Freunde? Ich bin hier Ahmed Elmadi. أهلا وسهلا بيكم. معكم هير أحمد مالي. النهارده هنتكلم عن جزئية جديدة ألا وهي داس بريتيريتوم. داس بريتيريتوم يعني الماضي البسيط. هنتكلم النهارده في زمن الماضي البسيط عن فعلين مهمين جدا، ألا وهو الفعل هاتن والفعل فاغن. واضح كده؟ طيب، في عندي كلمة اسمها ترمين. ترمين، خدنا قبل كده كلمة ترمين بمعنى موعد. في عندي قبل ما نتكلم عن الفعل هاتن والفعل فارن، عشان استخدم الفعل هاتن والفعل فارن في كلمات بتدل على زمن الماضي البسيط. طب ايه الكلمات التي تدل على زمن الماضي البسيط في اللغة الألمانية؟ نركز كده مع بعض. جيسترن، جيسترن، جيسترن يعني أمس. فور جيسترن، فور جيسترن، فور جيستر يعني أول أمس. في عندي كلمة اسمها فرويا، فرويا، فرويا يعني زمان. بتساوي عندي كلمة تاني اسمها دامالز، 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 برضو بتيجي بمعنى زمان. وعندي كلمة ليتست، ليتست لوحدها معناها السابق، يعني لو قلت ليتستن فرايتاج، ليتستن فرايتاج، ليتستن فرايتاج يعني الجمعة السابقة. طب لو قلت ليتستس يا، ليتستس يا، ليتستس يا يعني السنة السابقة أو السنة اللي فاتت. طب عايز اقول الاسبوع اللي فات اقولها ازاي؟ فكر كده. تمام، ليتست فوخه، ليتست فوخه، ليتست فوخه يعني الاسبوع السابق. نبدا بقى نكون جمله عن الفعل هاتن والفعل فارن. قلنا كلمه ترمين معناها موعد، وكلمة ليتستن فرايتاج يعني الجمعة السابقة، الجمعة اللي فاتت يعني. طيب عايزك بقى تكون لي جملة تقول لي أنا كان عندي موعد الجمعة السابقة. نقولها إزاي؟ فكر كده. تمام، إيش هاتي am letzten Freitag einen Termin. Ich hatte am letzten Freitag einen Termin. Ich hatte am letzten Freitag einen Termin. يبقى أنا كان عندي وقت الجمعة السابقة. طيب في عندي كلمة اسمها لتست فوخي، لتست فوخي يعني الأسبوع اللي فات. عايز أقول أنا كان عندي الأسبوع اللي فات موعد، أقولها إزاي؟ نفس الفكرة، فكر كده. تمام، إيش هاتي لتست فوخي أينن ترمين. Ich hatte letzte Woche einen Termin. Ich hatte letzte Woche einen Termin. يعني أنا كان عندي موعد الأسبوع الماضي. طيب عندي كلمة Zeit. كلمة Zeit يعني وقت. عايز أقول امبارح
انا كان عندي وقت، اتفقنا ان كلمه كان لديه او كان عنده اللي هو الفعل هاتن. ينفع ان انا ابدا بكلمه جستر اللي هي معناها امس، يبقى هتتقال الجمله ازاي؟ فكر كده. وقلنا لو بدات بظرف الزمان او ظرف المكان لابد ان يوضع الفعل في المركز الثاني في الجمله. تمام. جسترن هاتي ايش زايت، جسترن هاتي ايش زايت، جسترن هاتي ايش زايت يعني امبارح انا كان عندي وقت. طيب عايز اقول الجمله دي بس بصيغه النفي، عايز اقول امبارح انا ما كانش عندي وقت، يبقى هنستخدم صيغه النفي كاينه مع كلمه تسايت. كاينه كاينه هي صيغه نفي تستخدم مع كلمه تسايت. اقول الجمله ازاي؟ جسترن هاتي ايش كاينه تسايت، جسترن هاتي ايش كاينه تسايت، جسترن هاتي ايش كاينه تسايت يعني امبارح انا ما كانش عندي وقت. طيب كلمة فرويا، فرويا فرويار يعني زمان، عايز اقول انا زمان كان عندي فيلا، نقولها ازاي؟ نفكر كده. تمام. فرويا هاتي ايش اين فيلا، فرويا هاتي ايش اين فيلا، فرويا هاتي ايش اين فيلا يعني انا زمان كان عندي فيلا. كلمة جيبورتستاج، جيبورتستاج جيبورتستاج يعني عيد ميلاد او يوم ميلاد، عايز اقول انا امبارح كان عندي عيد ميلاد، نقولها ازاي؟ خلاص احنا فهمنا اللعبة. يبقى انت عشان تستخدم الفعل هاتن او الفعل فارن لابد من وجود كلمة بتدل على الماضي البسيط. انا عندي كان عندي امبارح عيد ميلاد. تمام. ايش هاتي جسترن جيبورتستاج، ايش هاتي جسترن جيبورتستاج، ايش هاتي جسترن جيبورتستاج يعني انا كان عندي امبارح عيد ميلاد. كلمة فور جسترن، فور جسترن فور جسترن يعني اول امس، عايز اقول بقى اول امس انا كان عندي ضغوط. طب يعني ايه كلمة ضغوط؟ تمام. شترس، شترس كلمة شترس اللي هي معناها ضغوط. طب عايز اقول انا اول امبارح كان عندي ضغوط، نقولها ازاي؟ خلاص ادينا عرفنا اول امبارح، وعرفنا كان لدي، وعرفنا كلمة ضغوط. نركب بقى الجملة بشرط ان لابد ان يوضع الفعل في المركز الثاني. فكر. تمام. فور جسترن هاتي ايش شترس، فور جسترن هاتي ايش شترس، فور جسترن هاتي ايش شترس يعني اول امبارح انا كان لدي ضغوط. طيب عايز اقول امبارح انا ما كانش معايا فلوس. يعني ايه كلمه فلوس؟ كلمه فلوس يعني جلد، عزم فيها بتبقى تمام. كاين جلد، كاين جلد، كاين جلد دي كده نفي كلمه فلوس.
عايز اقول بقى امبارح انا ما كانش معايا فلوس، لا امتلك فلوس، فكر كده تمام. جسترن هات ايش كاين جلد، جسترن هات ايش كاين جلد، جسترن هاتي ايش كاين جلد، يعني انا امبارح ما كانش معايا فلوس. كده بقى احنا خلصنا الفعل هاتن، وقلنا ان الفعل هاتن هو الماضي من الفعل هابن بمعنى كان لدي. نخش على الفعل الثاني الا وهو الفعل فارن. فعل فارن معناها كان. عايز اقول انا امبارح كنت في لندن، نقولها ازاي؟ ركز ان لابد ان يوضع الفعل في المركز الثاني، والفعل هنا الفعل فارن نصرفه مع ايش تمام. انا كنت امس في لندن تمام. ايش فار جسترن ان لندن، ايش فار جسترن in لندن، ايش فار جسترن in لندن، يعني انا كنت امس في لندن. طب عايز اقول احنا امبارح كنا في النادي، فكر كده، كلمة في النادي معناها ام كلوب، ام كلوب، ام كلوب يعني في النادي، احنا كنا أمس في النادي ماشي. فيا فارن جسترن إم كلوب، فيا فارن جسترن إم كلوب، فيا فارن جسترن إم كلوب، يعني إحنا كنا أمس في النادي. طيب عايز اقول اول امس، وعرفنا اول امس يعني تمام فور جيستن، كان الطقس برد، يبقى اول امبارح الطقس كان برد، وعرفنا ان كلمة برد يعني كالت كالت كالت. قول لي بقى الجملة كده، فكر وقول الجملة. اول امس كان الطقس بارد تمام. فور جسترن فار داس فيتا كالت، فور جسترن فار داس فيتا كالت، فور جسترن فار داس فيتا كالت. اخلي بالي هنا ان الجملة دي ممكن اقولها بصيغة تاني، ينفع ابدا بالطقس مفيش اي مشكله، هقول داز فيتر فار فور جسترن كالت، داز فيتر فار فور جسترن كالت. اهم حاجه عندي والكلام ده قلناه قبل كده، ان الفعل اللي هو فار هنا لابد ان ياتي في المركز الثاني، يعني ينفع ابدا بجسترن مفيش اي مشكله، او ينفع ابدا بالطقس بشرط ان الفعل اللي هو فار لابد ان يوضع في المركز الثاني. طيب عايز اقول انا امبارح كنت مرهق، يعني ايه كلمة مرهق؟ كلمة مرهق يعني مود مود مود، انا كنت امس مرهق تمام. ايش فار جسترن مود، ايش فار جسترن مود، ايش فار جسترن مود، يعني انا كنت امبارح مرهق. ينفع نستخدم ادوات استفهام مع الفعل فارن او الفعل هاتن، مش اي مشكله. عايز اقول كيف كان الفيلم امس، كيف كان الفيلم أمس، يبقى أداة الاستفهام في بمعنى كيف،
تمام، يبقى في فار دير فيلم جيستن، في فار دير فيلم جيستن، كيف كان الفيلم امس. اخر حاجه عايز اقول متى كنت انت في باريس، متى كنت انت في باريس، كلمه متى يعني فان وكنت انت، واهم حاجه ان الفعل لابد ان يوضع في المركز الثاني، تمام. فان فارست دو ان باريس، فان فارست دو ان باريس، فان فارست دو ان باريس، متى كنت انت في باريس. كده يبقى احنا اتكلمنا عن الفعل هاتن بمعنى كان لديه، واتكلمنا عن الفعل فارن بمعنى كان. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.